نفسك ضاقت بك حالك، تذكر يوم العبور على الصراط، وكل ما غلب على ظنك أنه سيزيدك نورا عند الله فلا تتردد عليه. كلنا بشر ضعيف، يغلب على أمره، تغلب عليه شهوته، يغلب عليه عجزه، يغلب عليه ضعفه، لكنني أنبهك على شيء يحبه الله. كلما جئت إلى فراشك وكان قد أصابك من العناء والتعب ما أصابك، بصرف النظر عن سبب ذلكم العناء والتعب، لأن الناس يختلفون، هذا مسافر وهذا رحال وهذا عمله في الليل وهذا قيم على أطفال وهذا يختلف. إذا جئت تنام قبل أن تضع جنبك على فراشك، صلي لله ولو ركعتين، قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك، واجعل هذا بينك وبين ربك، واحتسب أن يزيدك الله به أجرا ويرفعك الله به ذكرا، وأن يجعله الله نورا لك يوم تلقاه. لا بد للعاقل أن يدخر، كما يوجد ممن يشح في المال كلما غاب عنه أبناؤه بناته من يعمل معه أخرج مالا لا يرونه وأخفاه، يخفيه من شحه حتى عن أبنائه وبناته خوفا من أن يتسلطوا عليه. أنت أولى بهذا منه، هو يرجو الدنيا، أنت أرجو الآخرة. إذا غاب عنك رفقاؤك، أصدقاؤك، زوجتك، أهلك، فادخر تلك اللحظات، تلك الأحوال، تلك الساعات، ولو دقائق، لو ساعات، أن تضع فيها بنفسك عملا صالحا بين يدي الله. والله هذا ليس قسم إخبار، والله يحب من عباده أنهم إذا هجع الخلق وناموا قاموا له يقفون بين يديه يناجونه بكلامه. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع لما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. والله إن نفسا يضع رجلا يضع امرأة يضع جنبا على فراشه وآخر عهده بالدنيا ركعات صلاها لله لا يبالي استيقظ من مرقده أو لم يستيقظ، على الأقل كما أقول مرارا في الدروس يحاج الله أن آخر عهدي بالدنيا أنني صليت لك ركعتين. وفقني الله وإياكم لما يرضي، وجنبنا الله وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.